صباح الخير، ازيكم؟ المقدمة النهاردة هوجهها للشباب في دقيقتين تلاتة، ما تخافوش مش هطول عليكم. انا النهاردة ناوية اعلمكم نموذج رياضي لشط البنات. معذرة من الكلمة، بس الكلمة دي مش انا اللي استخدمتها، اللي استخدمها شاب لطيف تجمعنا بأسرته صداقة، وبكلم معاه وبهزر معاه وبيقول لي على فكره يا طنط انا بسمع كل الفيديوهات بتاعتك. بعد ما اتكلمنا شويه قلت له على فكره انت اللي بتسمع الفيديوهات بتاعتي ولا حاجه، لانك لو بتسمعها كنت اتعلمت حاجه. قال لي اصل انا عايز حضرتك تعملي لنا فيديوهات على ازاي نعاكس البنات، بس استخدم اللفظ التاني. فقلت له حاضر، انا هعمل فيديوهات للبنات ازاي ما تتشقطش. وبعد كده رجعت في كلامي وقلت له ولو ان اي بنت ذكية وعندها حصافة مش هتتخدع بيكو. بس النهاردة بقى عايز احكي لكم على 2 من الشباب مراهقين زيكم او في اواخر فترة المراهقة وبرضو في الجامعة زيكم، وازاي موضوع معاكسة البنات ده نقل حياتهم نقلة تانية خالص. الاولاني هو جون ناش، عالم رياضيات، وهو برضو شاب كده صغير زيكم ومع أصحابه في كافيتيريا، ودخلوا مجموعة بنات وفكر في دماغه على أحسن طريقة إن كل واحد في من شلة الصبيان يظبط ويأنتم مع واحدة من شلة البنات. وبناء على تفكيره ده حط نموذج رياضي للمساومة، وأول بيبر نشرها، أول ورقة بحثية نشرها كانت النموذج ده. أما الشاب التاني بقى هو مارك زوكربيرج، أكيد عارفينه، ده اللي عمل الفيسبوك. الفيسبوك أصلا يوم ما عملوه كان هو واتنين زمايله، حتى بعد كده كان في بينهم خناقة كبيرة على مين اللي بيمتلك الفيسبوك، وهو طبعا لم يتنازل عنه لأنه حس ان هو تعب فيه. اي نعم ما كانتش فكرته الأولانية، لكن هو اللي اشتغل عليها وهو اللي برمجه، وكان هدفه من الأول ان هو يوصل لبنت معينة او يعاكس بنت معينة. سواء جون ناش او مارك زوكربيرج او ناس تانية زيهم كتير كانوا شباب زيكم، زي لما كنت في مرحلة الشباب، زي بابايا، زي باباكو، زي مامتكو، زي كل الناس مرحلة وبنعدي بيها. لكن بقى اللي يفرق من شخص لشخص هو الهوس اللي عنده. انت مهووس بايه؟ جون ناش ومارك زوكربيرج ما كانوش مهووسين بالبنات، زيكم كانوا بيعاكسوا البنات وعايزين يتعرفوا على البنات ويزبطوا معاهم ويقضوا وقت لطيف، لكن هوسهم كان حاجة تانية. الاولاني كان هوسه الماثماتيكس، الرياضيات، وازاي انه يستخدم دماغه في التفكير في معادلات جديدة، وازاي انه يحط اي ظاهرة حواليه في معادلة رياضية. وعلى فكرة جون ناش مشهور جدا جدا، وانتوا تعرفوه، اغلب الجيمز اللي انتوا بتلعبوا بيها مبنية على نظرياته. مارك زوكربيرج مفيش حد فينا ما بيستخدمش الفيسبوك او الحاجات التانية، حتى لو انتوا نقلتوا من على الفيسبوك ورحتوا حاجات تانية مش مشكلة، برضو ابتدينا كلنا على الفيسبوك. مارك زوكربيرج ما كانش هوسه البنات، كان هوسه البرمجة، انه يعمل بروجرامينج. اي نعم دلوقتي مهاراته في البرمجة بقت اي كلام، بس at that time في الوقت ده كانت مهاراته في البرمجة كويسة. وما كانش احسن كود كتبه، ما كانش احسن برنامج اتكتب، ولكن اشتغل عليه وظبطه وعمله وكبر شركته، واستعان بمنتورز يساعدوه ان هو يكوميرشالايز الفكرة بتاعته، ان يخليها تجارية، يحول الفكرة بتاعته بدل ما هي نتورك بسيطة للجامعة عشان الولاد والبنات يتعرفوا على بعض، يخليها كوميرشال على مستوى تجاري. زمان كان في أسرة أصدقائنا، وكان ابنهم قد ابني، كان الولد ده مهووس انه يلعب الجيم اللي هي الفيفا، بيلعب كورة كلنا بنلعبها،
انا ما بلعبهاش، ما بحبهاش. انا بحب اللعب اللي فيها قتل واستراتيجي وحاجات زي كده. الولد ده كان مهووس بلعب الكوره، فيفا جيم. فانا في مره بقول له طب ما تحول هوسك ده انك تلعب كوره بجد. قال لي ما بحبش لعب الكوره، انا بحب الجيم. طيب ايه اللي ممكن تعمله عشان تحول الهوس بتاعك ده لحاجه كويسه؟ قال لي ولا حاجه. I don't need to. اللي قالها I don't need to، انا مش محتاج. احتاج ليه ان انا احول الهوس بتاعي ولا الحاجه اللي انا بحبها قوي 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 لحاجه مفيده؟ مش عيب ان انت تبقى شاب، ومش عيب ان انت تبقى واد روش ومطقطق كده وبتحب تروح وتيجي وتروح كافيز وتقعد وتعاكس البنت دي وتشوف بقى قدراتك بقى على ان انت هتضحك على دي ازاي، ولا تكلم دي ازاي، ولا تعمل دي ايه، ولا تذاكر ايه، ولا تنجح ازاي من غير ما تذاكر كتير، ولا الكلام ده كله عادي. دي مرحلة وهتطلع منها، لكن اللي هيفرق بجد انت كنت مهووس بايه. فكر كده وشوف. انا اعرف شاب تاني، هو خلاص ما عادش شاب، بقى راجل كبير، كان مهووس بالبنات. ده بقى اللي مهووس بجد بالبنات، كل همه انه يكلم بنات كتير، وعنده موبايلين. ما اعرفش ليه يعني، ما كانش فيه موبايل واحد كافي يعني عشان يكلم اللي هو عايزه. ولدرجة انه كان بيكتبهم وبيكتب معلومات عنهم عشان ما ينساش، ويظبط دي ويظبط دي ويكلم دي ويكلم دي وياخد دي يعزمها على حاجة وياخد دي مش عارفة فين والكلام ده كله. ده بيستهلك طاقة على فكرة. ده شغل. الناس اللي بتشتغل في العلاقات العامة بتستخدم بعض المهارات اللي بتستخدمها انت كشاب عشان تعاكس البنت دي ولا تشقط البنت دي. اللي بيخطط ده مهارات تخطيط، ده مجموعة مهارات، بس انت موجهها في حاجة معينة. طب شوف، شوف لو وجهت المهارات دي لحاجة تانية ممكن تبقى ايه. وعلى فكرة عايزة اقول لكم ان اسهل طريقة لمعاكسة البنات واكتذابهم، الكلمة مش حلوة بس هي دي اللي انتوا بتستخدموها لشقط البنات، حاجتين. يعني انت تبقى ناجح قوي دراسيا ومعروف، يا اما تبقى غني قوي. ليه بقى؟ مش البنات بيحبوا الاستغلال ولا الكلام ده. البنات او الستات بشكل عام بيحبوا الراجل الناجح، بيحبوا الراجل القوي، بيحبوا الشاب اللي عنده شخصيه. بس مش عنده شخصيه ان هو يتكلم مش عارف ازاي ويعمل ازاي، لا. افعالك، وريني كده شخصيتك دي اثرت عليك ازاي، بلورت نجاحك في شكل ايه. وليه البنات بتحب الراجل الغني؟ مش عشان هيصرف عليها، مش عشان هيوديها ويشربها ويأكلها ويعيشها عيشة حلوة والكلام ده كله، لا. ولكن لأن غناه ده دليل على النجاح. لو هي اختارت واحد غني لمجرد أن أبوه وأمه غني تبقى بنت غبية وتستاهل كل اللي بيحصل فيها. لكن البنت الذكية بتفكر في الراجل الناجح اللي نجاحه ده تقدر تقيسه، تقيسه بمنصب، تقيسه بوظيفة، تقيسه بمستوى اجتماعي، تقيسه بمستوى مادي، تقيسه بشهرة، تقيسه بحاجة ملموسة. ما بقولش ان كل البنات بتفكر كده، في بنات عبيطة وغبية. عشان كده لما رديت على ابن صاحبنا قلت له لو في بنات ذكية وعندها حصافة مش هيقعوا في اللي انتوا بتقولوا عليه ده. رسالتي هنا يعني لو عايزة ألخصها في مسج واحدة، هي شوف انت مهووس بإيه، شوف انت مهووس بإيه. ولو مفيش، ما عندكش حاجة انت مهووس بيها، حاجة بتصحى من النوم تفكر فيها، اخلق لنفسك حاجة حتى ولو مجرد هواية. بس الهواية دي يكون فيها يعني هتوصلك لحاجة. انا ممكن اقعد العب جيمز ساعة واتنين وتلاتة واربعة واقضي وقت لطيف والكلام ده كله، واجيب كيس الشيبسي اللي بابا جايبه وشاريه بالجملة معرفش من فين، واقعد اكل الشيبسي وهرطل على نفسي واوقع الفرافيت والكلام ده كله، وبعدين موصلش لحاجة. هقوم ايه اللي كسبته؟
الساعتين اللي انا لعبت فيهم ولا 3 ساعات اللي انا لعبت فيهم، ليت ساي انت اسمك احمد، احمد من ساعتين كان ايه، واحمد من بعد ساعتين بقى ايه؟ احمد بعد ساعتين بقى منهك، بقى اعصابه تعبانه من الجيمز، جسده تعبان، ضيع ساعتين، ومش بس كده، وقعد ياكل جانك ومش عارف ايه وبتاع، ويفرفت وشيتوس ويفرفت فرافيت على نفسه، ما بقاش حاجه، لا اتعلم حاجه ولا عمل حاجه. ما بقولكش ما تلعبش جيمز، لا العب بس ما تبقاش مهووس بيها. ما بقولكش ما تقعدش على السوشيال ميديا وتكلم دي وتكلم دي، انا مش مامتك عشان اقولك، انا مش الشيخ بتاعك عشان اقعد انصحك واقولك مش عارف ايه، انا ست عمليه، هتعمل كده هتعمل، ما بقولكش ما تعملش، بس ما تخليش الحاجات اللي انت بتعملها دي تخليك زيرو او تخليك بالماينس. فكر ان كل حاجة تعملها تخليك بلس، بس حتى ولو بلس بوينت او 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 ون، ستيل بلس، ستيل اكتر شوية من الزيرو. فلو حابين بقى تعرفوا ايه نظرية ناش في شقط البنات، روحوا دوروا عليه، روحوا دوروا على البارجينج موديل، ماثماتيكال موديل اللي ناش حطه، يمكن تتعلموا حاجة، يمكن تعرفوا توصلوا للبنت اللي في خيالكم. اما باقي بقى المشاهدين والمشاهدات، هقابلكم بعد شوية. بحب التفاصيل وبحب شغل الإيد، الحاجة اللي مبذول فيها مجهود، الحاجة اللي فيها فن، فيها تفكير. بحب قوي قوي أدور على التحف والحاجات القديمة، بحس إن فيها صنعة، بحس إن فيها إتقان، بحس إن اللي كان بيعملها بيعملها بحب بتأني، ويقعد أسابيع وشهور وأحيانا سنين عشان يطلع لوحة فنية أو عمل خلاب نقف كده قصاده ونقول الله. أحيان كتير كمان بتساءل، يا ترى الفنان اللي عمل هذا أو هذه التحفة الرائعة كان شايفها إزاي في عيون خياله، وقدر إزاي يترجم الصورة اللي كانت في خياله لصورة حلوة لطيفة وعمل فني مليان تفاصيل. عشان كده بحب أروح المحلات اللي بتبيع الحاجات القديمة، التحف، الحاجات الأنتيكات، وأقعد أدور وأقضي بالساعات أدور هنا وأدور هنا وأشوف التفاصيل الصغيرة قوي قوي، وأبقى مبسوطة جداً لما ألاقي حاجة زي كده واشتريها واجيبها البيت.